السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في قناتكم فهم الفكرة. اليوم سنتعلم طريقة إظهار فلتر الأسد في التيك توك. كيف نفعل هذه الخطوة؟ تابعوا معي. أولا ستفتح التيك توك، بعد ذلك تذهب إلى إشارة الزائد، ثم تذهب إلى المؤثرات، بعد ذلك ستذهب إلى خانة البحث، ستكتب ليو لايف بهذه الطريقة. ستظهر معك مجموعة من المؤثرات، ستختار الخيار الأول بهذا الشكل، ستضغط على الشاشة وبهذا سيظهر فلتر الأسد كما ترى، وستوهم من معك أن هناك من دعمك بأسد. يمكن أن تستخدمها كمقلب مع زملائك إذا أردت ذلك. إن أعجبك الموضوع اضغط على زر اللايك، اشترك في القناة إن لم تكن مشترك، وفعل زر الجرس حتى يصلك الجديد دائما من قناتكم فهم الفكرة.